كما يقول الشاعر، ما هي غريبة الردة، وما هي غريبة الذيب ينسى حدة، وما هي غريبة الغارة، وما هي غريبة يشتموا ليلين وكبارة، وثانيات لجان التنسيق والبوليس بالذهب يكرموهم. هذه تونس، لاني مانيش باش نحكي برجع على قضية الطلبة، لأن قد ما سالت القضايا في البلاد كل حبر وكتبت ملايين بتاع صفحات، قضية سوسة من 2007 والناس تكتب والناس تتحدث، أما الحاجة اللي نحب نحكي عليها الساير في البلاد، الساير في تونس، لأن أمس أو لتامس وثلاثة أيام التالي على خطى الشهداء وعلى خطى الأحرار، ثم شكون حرق روحه في بوزيد وسائل الإعلام الرسمية والجرايد المأجورة؟ واش تقول؟ انتحار على قارعة الطريق وبعض النفوس الخبيثة تتاجر بالقضية، ونساو محمد بوعزيزي أستاذ العربية، علاش مات؟ وشنو السبب اللي مات عليه؟ لأن إذا كانوا رشيد، وإذا كانوا عبودة، وإذا كانوا فوسي، وإذا كانوا وائل، و19 طالب اليوم في المحكمة، على خاطرهم جاعوا، كلاو محمد بوزيدي، عفوا، محمد بوعزيزي، حرق روحه، على خاطر قتلته البطالة، وعلى خاطره عنده شهادة تاع أستاذية، وبقى بطال، يبيع في الخضرة، ويبيع في الغلة في الشارع، لكن النظام الكونفدرالي، النظام السمسار، النظام اللي باع البلاد، النظام اللي بعت الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 95، النظام اللي بعت خمسة زائد خمسة، النظام اللي بعت قمة المعلومات، النظام اللي باع اللات، النظام اللي باع ريانا، النظام اللي باع الفيزا، النظام اللي باع رزيف، النظام اللي باع صحراء سوين منطقة للنفايات النووية الأمريكية، اليوم قاعد يبيع في أولاد الشعب، قاعد يفكر فيهم، وكيفاش؟ وآخر طلعة شنية؟ الرئيس الموقر نهار 7 نوفمبر يلغي الشيكات بدون رصيد اللي سبقت 6 نوفمبر 2010، وشنو البديل؟ دبوستي غاز من 7500 تولي حاجة 7800، باكل حليب بدينار و70، كيلو السكر بدينار و120، حط طماطم ب900، قدرة الصوص ب18100، قدرة المزدوط ب11100، وصدقوني وشرفي وقسما بالشهداء 2014 اخر المدة الرئاسية المتولوا تشروا في الاكسجين في الدبة البلاستيك، لان النظام اللي بقى على دستورنا من 56 او يسرق او يبيع او يهز او ينهب، ونزيد نقول وينك ونحن في سوسة، وخلينا نحكي شوية على سوسة، أولاد سوسة إيش باش مربوطين؟ العالم مربوط بالاقتصاد وبالسياسة وبالنظري وبالإيديولوجي، في سوسة مربوطين بالطقس، وقت اللي يجي الصيف في السيزون أولاد سوسة يخدموا التوريزم، وقت اللي تمطر وتشتي أولاد تونس واش يعملوا؟ يدخلوهم الحبوسات على خاطر الفايكيزون اللي بيعطيه اعتماد الترابلسي، وعلى خاطر الزطلة اللي دخل فيها قيس بن علي، وعلى خاطر هذه تونس الجنوب اولاد الرديف، وقت اللي تكلموا اولاد ام العرايس، وقت اللي تكلموا اولاد المزيلة، وقت اللي تكلموا علاش؟ على خاطر الفصفات اللي خرجوا فيه من المناجم يهزوا فيه للامريكان والفرنسيس، يصنعوا به في الورانيوم، ويدمروا به في فلسطين، ويدمروا به في العراق، ويدمروا به في افغانستان وباكستان، واولاد الرديف اش يربحوا؟ يربحوا كان الكونسيرت، يربحوا كان الموت، يربحوا كان الهم، اولاد الساحل
بلاد الزيتون بلاد الزيت، وينك يا زيتون الساحل؟ ديما مسجد ديما راحل، سجد لامريكا تستاهل، خلي هالشعب المغبون. وينك يا فضفاض المينا؟ سجد رحل في المشينا، وانت عارف وين هزينا، وحتى فلوسه عند شكون؟ فلوسه في البرازيل رونالدو، وقت اللي سالوه قالوا له عندك قصر في البرازيل، علاش؟ فرحان بيه، كلم على خاطر مقابل قصر رئيس الجمهورية بتاع تونس. ثم سجين سياسي سابق سالوه قالوا له شنو الفرق ما بين اللي يسرق في الليل واللي يسرق في النهار؟ قال سارق العجل مذموم ومحتقر، وسارق الشعب بالكرسي مستقر. هاي البلاد، يا فاضل يلي متت بس النازل، يا نبيل يلي سال دمك بس يكون حرار، يا دغباجي يا ثوار يا فلاكة يا زرمتين يا وردانين يا قروان يا مكسر يا قعفور يا بنزر يا مدنين، هاي الشعب السير فيه، هاي تونس السير فيها. وصدقوني قبل ما نختم شو يقول كلمة ناظم حكمة، يقول إذا لم احترق أنا وإذا لم تحترق أنت فمن ذا الذي سينور لنا الطريق؟ لقد احترق محمد بوعزيزي، فعضي الآن هجوى الشوارع حتى نواصل النضال بلا هواتة ضد النظام الكمبرادور العميل السمسار اللي باع البلاد واللي باع العباد. وأكيد لأن النظام العميل البوليسي، وكم تشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة كده تريد سوزينة تير ما يحسبهمش، علاش؟ لأن تم ناس مواطنين في بالهم البوليس يحمي فينا. البوليس عنده قيمة، عفوا عنده مهمة واحدة في البلاد، يحمي في مشاريع السمسارة. شد خليج الملايكة في القنطاوي يحمي في ملك حشيشة، شد حنبع البارك في القنطاوي، وشد ملك بن عياش وكرتاجين في الحمامات. البوليس شد ملك الملولي في صفاقس، البوليس شد ملك كبار ملكي العقارات في سليانة وفي الكيف وفي جندوبة. البوليس يحمي في الناس اللي قيادة تسرق في ثروات البلاد وتحط فيها في بنوك سويسرا وفي جنيف وتحط فيها في البنوك العالمية. وانت تعرف وانا نعرف، ويزي من دزان النح، انت تعرف وانا نعرف، ويزي من دزان النح. سمى كلمة واحدة في الاخر، صحيح عندكم الداخلية، صحيح عندكم السجون، صحيح القضاء بتاعكم، صحيح كل شيء بتاعكم، وتضحك يضحكهم عليك عاري ولابس كلاب جهنم. عندكم كل شيء تملكوه، ونحن نملكوا حاجة واحدة، المبدأ والرجولية. انتم ونحن القاضي قلنا هالو نهار 1 ديسمبر ونعودوا هالو اليوم. جيت أجل يا قاضي، راكي تأجل في إعدامك. ختاما شكرا لأبناء شعب الكادح، شكرا للعمال، شكرا للفلاحين، شكرا للموظفين المعدمين، شكرا للفقراء. دمتم للنضال، تصبحون على وطن أجمل، وتصبحون على طلقات البارود حتى نحرر هذه الأرض من شمالها إلى جنوبها.